خلينا نعرف بقى اليوم هيمشي ازاي مع ليندا. صباح الخير عليك يا ليندا من جديد، صباح الجو الخير مرة النهارده تانية يا هيبقى ليندا. ماشي ازاي؟ حقيقة منا بجانب الانخفاض الملحوظ اللي احنا هنشهده النهارده في درجات الحرارة، في كمان أمطار ونشاط للرياح. اوكي، تعالي بقى نعرف التفاصيل. اتفضل. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع انه النهارده في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون برد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، ومائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على شمال الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على الأنحاء كافة. في النهاردة سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، وكمان في أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى. قبل ما نستعرض مشاهدينا درجات الحرارة، خلونا نروح للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. يعني يا دكتور، شفنا ان بدايه من امبارح كان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره ولسه كمان مستمر معانا، هيفضل مستمر معانا النهارده ولحد امتى كمان؟ هو احنا بالفعل اليوم كمان بنشهد ذروه انخفاضات درجات الحراره. بالامس كانت العظمى على القاهره الكبرى 19 درجه مئويه، اليوم متوقع تكون 17 درجه مئويه، ففي انخفاض ملحوظ بالفعل في درجات الحراره بسبب طبعا تاثرنا برياح شماليه غربيه قادمه من جنوب وشرق اوروبا بتعمل على انخفاض درجات الحراره، مع وجود طبعا منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على فرص سقوط الامطار. فاحنا اليوم بالفعل في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، الطقس خلال فتره النهار هيكون مائل للبروده على سواحلنا الشماليه محافظات الوجه البحري القاهره الكبرى حتى شمال الصعيد، بيكون مائل للدفء على محافظات طبعا او معتدل الحراره على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده خلال فتره النهار. خلال فتره الليل طبعا في انخفاض كمان في درجات الحراره، يمكن الصغرى توصل ل 8 درجات على القاهره الكبرى خلال فتره الليل، والطقس بيكون شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه، خاصة ان اليوم كمان في نشاط للرياح، سرعات الرياح ما بين 30 وال 40 كيلو متر في الساعة، هي اهدأ نسبيا من اللي احنا شاهدناها بالامس، لكن ما زال موجود نشاط للرياح هيزود احساسنا اكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس. كمان نشاط الرياح ده هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط، يمكن كمان ارتفاع الامواج على البحر المتوسط هيوصل ل 4 متر وغير مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه، مع طبعا كمان في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد، معها فرص سقوط امطار، كميات الامطار هتكون خفيفه المتوسطه على محافظات السواحل الشماليه، كل المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، الامطار كمان هتمتد امطار خفيفه لجنوب الوجه البحري القاهره الكبرى مدن القناه، الامطار بتكون على فترات متقطعه ومن منطقه للثانيه بتختلف. بالاضافه الى ان زي ما بنقول ان انخفاض درجات الحراره ده مكمل معانا بقى لنهايات الاسبوع القادم، يعني انخفاض درجات الحراره كمل معانا على مدار الاسبوع القادم كله، ذروه الانخفاضات الجمعه والسبت، وبعد كده ان شاء الله من يوم السبت هتبقى العظمى على القاهره الكبرى 18 درجه مئويه، فاحنا مكملين في انخفاضات درجات الحراره وفرص نشاط الرياح اللي هيبقى نسبي احيانا في بعض الايام على مدار الاسبوع القادم باذن الله. عشان كده احنا دايما كنا بننصح الساده المواطنين ونقول دايما يا جماعه ما نخففش ملابسنا، مستمرين في ارتداء الملابس الشتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل على الاقل لانتهاء فصل الشتاء، هو فاضل اسبوع تقريبا وينتهي فصل الشتاء 20 مارس باذن الله. كمان طبعا يعني ننصح دايما المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان الفتره دي معروفه دايما بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، فالمتابعه الجيده للنشرات الجويه. واخيرا طبعا الساده الصيادين والساده المواطنين، تجنب اعمال الانشطه البحريه وتجنب نزول البحر المتوسط خلال فتره اضطراب الملاحه البحريه. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كان معانا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه.